باب سنجار منطقة العلاليف. المهنة مالكم اشنو بالضبط؟ ما علف وملح وهاي السوق، يعني يبيعون بيه الحنطة، المخالة، الشعير. هاي لمن تبيعون؟ أهل الربط، القرى، يجون يعني ناس. والملح؟ الملح هاي يجون أهل معامل الطرشي، معامل الثلج. منين تجيبوا الملح هذا؟ هذا من الناصرية، يجي من السماوة، يجي من الجنوب. سياراتك كلها تجي. الحركه ما متقبل ايش من الاسباب؟ اي ما هاي الاوضاع الامنيه وشغلات، ولا الوضع الامني جيد هنا الحمد لله، جيد حيل جيد. اي بس الناس ما قاعد ترجع، تعرف محلات مهجوره، تعويض ماكو، يعني ما حد عوض، ما حد عوض ابد. ماكو، لا لا ماكو طرق، ماكو طرق، ما ابد، لا لا ما. بس العالم ما 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 قاعد ترجع، يعني سبب انه صايرة أسواق بغير مناطق، يعني تقريبا قامت تعوض عن المنطقة هنا. هذا هو الأصلي كان، أي رئيسي باب سنجار كان. ماكو 4-5 ساعة بس. والله على الواي يرجعون كل هاي الناس، وترجع ويصير سوق، يصير حركة، سواق يجون، عماميل يجون. روح من السماوة. لا هو جي غالب غسول كامل هنا، تكررها ويدخل معي، يدخل معمل كامل نشافات و... يبيع المواطنين، المطاعم كله يشتروه. هذا السوق كان يعني مزدحم. هو كان أدخل، هو أقدم سوق، هذا هو مصدر السوق هنا. الملح والعلاف كل شيء هنا. ليش الحركة حاليا؟ ماكو أهل، وكل المحلات الصابر كلها تدمرت، ما فرق غير، يعني كل واحد غير منطقة تحول عليها، يعني عفوا منطقته وراح غير مكان. تقريبا لا ما تاثر هالقد الجسور، ماشي بس المنطقه عافت، ما هلا عافت كلها، اجرم غير مكانها طلعت منها. لو اخذوا تعويض يعني ممكن؟ ايه تجي تعويض، تعمير محلات ومساعدات، ساعدوهم. هسه عندي معمل 70 عامل عندي علي يشتغل فيه، بس ماكو كله، ما حد يعوضنا. 70 عامل؟ ايه تقريبا معمل كامل ضخم، معمل يود. ايه معمل يود عندي كامل، لا مدمر كله. سواق تطلع من هنا يجي يقول لك مثلا تريد شكل لي بالتليفون، احنا نخبر من غادي حملنا. يجيبوه آه. ايه خام ونزلوا احنا جوا بالشلفان بالقوات، نطحنه ونعبيه كاس صغار كبار. شوف الطلب ايش يريد، الطلب اياه يريد له طن، طنين، خمس كاس، 10 كاس، 5 طن نطحن له. لمن يجوز؟ جوز المواطنين، طرشي، طحينية، يعني كل شيء يستعمل الملح، حتى المستشفيات يعني ما كلها، ما كلها غسل، ما غسل مجاري، شركات جيم هاي السواق يخلون بطنها ملح يفتح. والله احنا هسه متعودين على هذا، ساكو عالم يعني يجي من غادي اذا ما عنده غدة وهذا وممنوع ياكل من هذا الملح الا اليوت، يروح يشتري الكارتون، احنا ما نجيب الكارتون.